من وصلت لمرحلة إنه بالذات رجوحة النار من صارت الفرصة كبيرة وبطولة مطلقة والدور حقق يعني أو المسلسل حقق شهرة التسعينات شهرة وكذا وسلطت الأضواء. عندنا إحنا بالجنوب الولد إذا يسمع اسم طاري أخته يعني ينجاب بمقهى أو كذا لها عيبة، فقاعد هو هم رغم ما أصغر مني بس إحنا اللي تعلمناه إنه إحنا الولد يبقى ولد يعني لأن إحنا مجتمع ذكوري يعني، فهم رغم ما أصغر من عندنا لا إحنا نهابهم يعني وإلهم اسمهم وإلهم موقع يعني مكانتهم بالعائلة محترميهم إحنا كأولاد يعني. يعني من ورا بيبيتي بعدين أحكي لك في الموضوع صار شتالات الوليان اي فسمع انه هاي شنو هاي بتحش متي وهو اطراء حلو يعني جابوا طريب شيء حلو هاي شنو هاي نعم بتحش متي شلون قاعده تمثل والله عمي غلبت بنات بغداد. فهو سمع او سمعه كبيره اي يعني وصلت حد القتل. كانت سلوى باليمن شنتي مو باليمن؟ شنت باليمن لو بالاردن؟ لا باليمن باليمن. فكنا نتواصل وانا اقول اخواني هيك سووا بي وراح هيك يسوون بي ونزلت بديل مكاني بالمسرح فوزية حسن الله يعطيها الصحة والعافية 10 أيام بدوري وانا انهزمت يعني ما اروح للبيت أخاف. خفتي يعني؟ اي اخاف. رحت يم تمارا محمود بالحارثية ببيتها لان كانت رغم فرق العمر بنيتي يعني يصيح لي ماما بس كنا صديقات كلش. فاخذت دزمون كانت صغيرة والاولاد بقوا يم ابوهم لان انا عندي بنات اقاربنا بنات ماما خيرية انا مربيتهم. يعني يصحوا لي ماما يعني رغم ما انه الكبار عمرهم يعني قريب العمر مقارن بس هم يصحوا لي يما يعني علمتهم الخياطه وياي بالبيت وهم ربوا الاولاد. شلون نحل الموضوع بعدين ويا الاخوان؟ شلون تقبلوا اللي وقف لي اخوي الكبير سليم اجى هو بالبدايه قال نعم كافي وفي هاي الشغله يعني ستري علينا وذول اخوانك وانت ربيتيهم وما اعرف ايش وهاي. قلت له لا ما اقدر. فاجى ظل 3 أيام يقعد بباب المسرح يحميني منهم يعني سليم هم ما يسوون شيء. بس انا اللي استفزني كريم الله يرحمه يعني هو كان اصغر مني بسنه هو كان يشجع ذول الاثنين الصغار فكان استفزني كان يجي يقعد بين الجمهور ويجي يتحلب بي ويسوي لي شواربه الله يرحمه. زين يعني هذا الجانب ما كنت حاسته بي لان هو كان الله يرحمه الكوميدي مال العائله يعني ابتسامة العائلة يعني حتى ما كنت شايف تهيت بهذا الموقف حازم. اي صدق كذب كان يضحكنا حتى كان يقول انا لا تصدقون بي اذا احكي 100 كلمة 99 كذب وال100 مشكوك بامرها حتى مو صدق لا مو صدق